اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحياتي لحضراتكم جميعا في برنامج ضد الفوضى. هبدأ معاكم كده يعني قبل ما اجي الهوى، حادثة غريبة لسه تسيل الدماء، ولسه الدماء في صعيد مصر مش عايزة تتوقف. تحس ان هي حادثة شنيعة، حادثة مؤلمة، لما تسمع ان 10 11 12 بيموتوا على الطريق، منهم اطفال ونساء، يعني مش لاقي كلام اقوله، مش لاقي كلمة اعبر بيها عما يحدث. شيء مؤلم. في نجا حمادي النهاردة على الطريق الصحراوي، موضوع ما بين عيلتين، في طار طبعا، في دماء، حاجة مؤلمة، عربية فيها نساء وأطفال بيموتوا على الطريق، قتل رخيص بدون أي سابقة كلام ولا حديث ولا، أنا مش عارف الناس دي بتجيب قلوب منين. يعني حتى لو أنت يعني ليك دم عند واحد، او ليك طار، او في دماء ما بينكم، اكيد ما ندخلش يعني الاطفال والنساء في الموضوع مهما يكن. يعني طب الطفل ده ذنبه ايه؟ والسيدات او النساء زي ما احنا عارفين يعني ضعفاء، مش بتوع، مش هم اللي بيطلعوا يمسكوا سلاح ويبقى في طار ما بينهم وبين حد. يعني ده طبعا ده مش مبرر اللي انا بقوله، ان يبقى فيه طار واخذ حق والكلام ده، لكن هو يعني موضوع الـ يعني النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص. اذا كان ده موجود في ديننا وثابت بالايات، واخد بال حضرتك، ما ينفعش ان انت تسرف في القتل، ما ينفعش ان انت تسرف في اخذ الحق، وما ينفعش اصلا ان انت تخرج بره القانون وتاخد حقك. انا بستقبل مكالمة سيادة النائب اللواء عصام العمدة، يعني سيادة النائب معانا ولا لسه؟ سيادة النائب العظيم، زي حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. زي ما عليك يا فندم، ربنا يكرمك. اعزي طبعا الضحايا، اهليه الضحايا طبعا والبقاء لله. واحنا كنا عاملين على فكره مبادره. ما انا عشان كده يعني تشرفت ان انا اتصل بحضرتك، لان لسه كنا بنتكلم في صعيد بلا دماء، وعارف ان حضرتك وعارف ان حضرتك مشكورا، عامل مبادره كبيره. اللي بيحدث ده شيء مؤلم يا سياده النائب. بقول لي معاليك، اللي بيحدث ده شيء مؤلم. الو يا سياده النائب، سامعني؟ انت سامع؟ ايوه يا فندم، اتفضل. بقول لي معاليك، ما يحدث شيء مؤلم. الو، الصوت يا جماعه معانا في الاستوديو. الصوت مش واضح. طب نعلي الصوت. انت حضرتك في حته فيها شبكه طبعا، ولا الشبكه عند حضرتك ضعيفه؟ حضرتك سامع حضرتك، اتفضل. بقول لي معاليك، ما يحدث شيء مؤلم. احنا فيها في قريه بني محمد ايات، مركز حدود صعيد بلنخاء، وبالنادي فيها بالحكومه برضه الداخليه تبقى تساعد فيها. انا بستسمع حضرتك بس، معليك لو توقف لنا في حته فيها شبكه او يعني معلش. انا سامع حضرتك كويس.
سامعني كده حضرتك؟ انا سامع معاليك كويس يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا معالي النائب. اتفضل يا معالي النائب. اتفضل يا فندم. مع معاليك اتفضل. بندعو اهلنا في الصعيد حضرتك بان احنا نسمو على الخلافات وفي حاجات معينه كده ربنا نقدر نتواصل فيها في ان احنا نعمل وثيقه عرفيه يتوافق عليها اهلنا في الصعيد بحيث ان احنا موضوع الصعيد بلا صقر ده نوصل ليه باذن الله يعني ان شاء الله. طب انت تعليق حضرتك على الحادثه المؤلمه اللي لسه من ساعات قليله. انا بقول لحضرتك للاسف هو كون ان واحد يوصل في حرمه للسيدات وفي حرمه للاطفال ومفروض ان يعني القصه زي ما بتقول حضرتك ما ينفعش ان احنا ندخل في خصومات الاطفال و خصومات خالص ولا النساء طبعا ليهم حرمه شديده جدا. للاسف ربنا يكرمنا ان شاء الله. بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله نوصل لوثيقه عرفيه كويسه ونتوافق عليها ونمد الصعيد كله بيها. يا ريت تعمم يا ريت تعمم يا ست اللواء يا فندم. يا ريت تعمم هذه الوثيقه ويبقى فيه شيء من الحسم. ان شاء الله باذن الله هي وثيقه عرفيه وطبعا هنعرضها على الاجهزه الامنيه بحيث ان الاجهزه الامنيه تبقى موجوده معانا في هذا الوثيقه العرفيه بحيث ان احنا برضو احنا عارفين ان عاده الصقر ده ميراث من قديم الازل وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونوصل فيها لحاجه كويسه باذن الله باذن الله يعني ان شاء الله. يعني حضرتك تتفق معايا لما بنشوف مشاهد في فلسطين وفي اللي بيحصل في اطفال. طب احنا على ارض الواقع اهو ده ينفع الكلام ده؟ احنا انا كنت بلتمس من الامن ان ربنا سبحانه وتعالى نعمل ضباط في كل مديريه يبقى مسؤولين على تفعيل المصالحات لجنه المصالحات مع اهلنا من الاحكام القضاء العصريين الموجودين في بلاد في مراكز وبلاد البلاد بتاعتنا بتاعت الصعيد بحيث ان احنا الحاجات دي تعمم يعني حضرتك بمباركه الامن طبعا لازم الامن يبقى تحت سيطرته هذا المنظومه يعني ان شاء الله. طيب انا كان جالي شكوى من خاصه من محافظه اسيوط ان في المزارعين بيشتكوا من موضوع السماد في مشكله في ازمه. تمام للاسف يا فندم في ازمه شديده جدا في جميع مراكز اسيوط. انت عارف ان حضرتك اسيوط بلد زراعيه. نعم. للاسف كميات اللي مطروحه للناس في الجمعيات الزراعيه لا ترقى للكميه والمساحه المطروحه. طيب طب حضرتك مشكورا. ماذا فعل النائب عصام العمده في هذه المشكله؟ انا عملت حضرتك طلب احاطه عاجل للسيد وزير الزراعه والسيد وعملت مناشده للسيد رئيس الوزراء على فكره لان هو مصانع الاسمده للاسف ما بتوردش الكميات المطلوبه منها لوزاره الزراعه وهكذا والسيد وزير الزراعه ما بيتابعش طبعا القصه دي. يعني معاليك قدمت طلب احاطه النهارده؟ بالظبط كده الحمد لله. يعني الازمه هيتم حلها امتى يا ست النائب؟ معلش انت اللي هتحل مش اصل يعني نوابنا هم اللي بيحلوا احنا مفيش حاجه بايدينا. احنا كان متواصلين حتى معانا بعض الاعضاء تواصلوا مع السيد وزير الزراعه شخصيا بس هو الموضوع في ايد السيد رئيس الوزراء واحنا من خلال حضرتك بنناشد السيد رئيس الوزراء. تمام. ان المزارعين في اسيوط كلها بيناشدوا حضرته ان احنا في امس الحاجه للاسمده حضرتك لان في نقص شديد جدا والمزارعين بيقلوا من هذا الموضوع يعني. انت حضرتك بتقول لي في مصنع سماد في اسيوط؟ هو في مصنع سماد في اسيوط حضرتك بس لا ينتج هذا المصنع لا ينتج ما هو يتم استعماله في اسيوط يعني. طب المصنع اللي احنا بيصنع حاجه اسمها الفوسفات الفوسفات ده حضرتك غير مستخدم في اسيوط وانا برضو كنت طلبت من فتره ان احنا نعمل المصنع ده ينتج ما يتم استعماله في اسيوط بحيث ان احنا نستغل هذا المصنع العملاق بس للاسف المصنع ده بينتج ماده غير مستخدمه في اسيوط ومطروح للاسف للبيع للاسف يعني. طيب يعني يا ريت حضرتك وانت نائب بالبرلمان ونائب عن الصعيد المصري يعني انا طبعا عارف ان حضرتك ما شاء الله يعني
مش هنشكر فيك على الهوا، لكن انا شايف ان حضرتك شغال في الملفات كويس. انا محتاج ان الصعيد يعني اخواتنا في الصعيد بيشتكوا بيأنوا وبيقولوا الصعيد مهمل في بعض الاشياء، لكن انا شايف حضرتك ماشي على خطى ثابته. انا بس يعني بدعم حضرتك وانت معايا على الهوا ان يبقى في حلول سريعه ان شاء الله. يعني المناجده دي على الله يعني بنتمنى نعمل انها توصل للسيد رئيس الوزراء. تمام. لان احنا كلمنا السيد وزير الزراعه ما انجزش معانا في هذا الموضوع، اما ربنا يكرم كده السيد رئيس الوزراء يبقى سامع هذا البرنامج المحترم بتاع حضرتك، الله يكرم، بحيث ان احنا نقول له ان احنا فعلا الشعب يعني بيشكو شكوى شديده جدا، والسيد الرئيس يعني بيطبطب على الناس الغلابه اهلنا في الصعيد كلهم بيعمل لهم حياه كريمه، بس للاسف بعض المسؤولين بعيد خالص عن هذه المبادره الكريمه من السيد الرئيس. ما هو يا سياده النائب، ما هو المسؤول اللي هيضعف الدوله سياده الرئيس مش هيسيبه في مكانه، زي ما سعادتك عارف احنا دلوقتي بنبني وبنعمر وبنعمل حياه كريمه، لازم يبقوا في ظهر الشعب. اه والله فعلا احنا للاسف يعني انا بقول لحضرتك والله كل ما بقابل ناس يقولوا احنا مهملين، اقول لهم ده الريس والله تاني انا عارف ان يعني من قلبه ان هو بيصل الحاجات الصغيره اللي بيشتكي منها اهل الصعيد بتوصل له، وان شاء الله في امور كثيره هتتحل باذن الله. يعني في اخبار سعيده للصعيد قريب ولا حاجه؟ يا فندم في اخبار سعيده لمحافظات الصعيد قريب؟ هو طبعا ربنا يكرم، احنا سامعين ان في شركه بترول كويسه هتفتح تكليف بترول في اسيوط، ربنا يكرم فيها ان شاء الله. وبرضه بنامل، كنت قدمت مقترح ان يتعمل مصنع سكر في اسيوط، لان البلد الوحيده اللي ما فيهاش مصنع سكر على مستوى الجمهوريه هي اسيوط. بنامل ان في صناعه طنجر موجوده بكثافه عندنا، ربنا يسهل ان شاء الله فيها باذن الله. يا سياده النائب احنا متشكرين جدا لتشريفك لينا في البرنامج ومداخلتك الكريمه، وان شاء الله بنتواصل مع حضرتك، وان شاء الله يعني نسمع اخبار كويسه من حضرتك قريب، ويا ريت طلبات الاحاطه يبقى فيها اجابه سريعه من الحكومه بمعاونه حضرتك ان شاء الله. متشكرين يا سياده اللواء النائب عصام العمده، متشكرين لحضرتك. كان معانا سياده النائب عصام العمده. بدون يعني ما هشكر في حد عشان ما حدش يفهم كلامي، هو يعني انا ارى انه من النواب النشيطين جدا في موضوع الاهتمام بالمواطن الصعيدي، لان هو نائب في البرلمان عن الصعيد، فكل جزئيه في الصعيد تهمه وتخصه، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه، وان شاء الله يا رب يتوقف الدماء. يا جماعه لسه بنقول يعني انت لسه كنت ازاي تبقى صعيدي وبتقول انا اروح اقف احرر فلسطين وانا في ظهر المسجد الاقصى وايه الدماء، ايه ما يحدث ده؟ طب ما احنا كنا بنزعل على المشاهد الاطفال اللي كنا بنشوفها في فلسطين ونقول يا جماعه ده دي اطفال والقلب يئن والعين تدمع وحاجه ماساه، ونشوف مشهد زي ده في ناجي حمادي، اطفال ذنبه ايه الطفل ده؟ ذنبه ايه؟ ماذا ارتكب؟ ايه الذنب اللي ارتكبه؟ ولا ايه الذنب اللي ارتكبته السيده الفاضله المحترمه اللي اتقتلت النهارده على الطريق؟ انت كده ارتحت اللي خدت حقك، يعني كده خدت حقك على الطريق كده بالقتال على لناس عزل؟ انا مش عارف يعني انت كده دمك ارتاح وهديت؟ انا ما اقدرش اقول لك، يعني مش لاقي كلام اقوله. تاخد حقك ازاي؟ خد حقك بالقانون يا عم. لو القانون ما جابلكش حقك ده موضوع تاني، لكن القانون ما بيجيب حقه، ومعروف ان الـ يعني موضوع الطار والحاجات دي وتخليص الحقوق ده مش والخصومات دي يعني مستمره للاسف. للاسف احنا الصعايده صعبين شويه، لازم نهدى شويه يا جماعه، الصعايده لازم يهدوا شويه، الصعايده لازم يهدوا شويه، ما يبقاش دمهم حامي في هذه الامور باخذ الحق بهذه الطريقه. ده كده مش اخذ حق، ده كده اسمه اسراف في القتل. انت كده بتسرف في القتل، كده انت بتخالف ربنا، ربنا مش هيبقى راضي عليك. ما هو انت لما تسرف في القتل ربنا مش هيرضى عليك ولا يحبك
ولا يمن عليك ولا يكرمك. ارتاح كده، دمك هبط هبط وارتحت، خدت حقك كده؟ لا، انت ما خدتش حقك، انت ظلمت. ليه؟ الطفل ده ما عملش حاجه اللي انت موتته، السيده دي ما عملتش حاجه، ما طلعتش قتلت. عمر اخذ الحقوق ما كان بالطرق دي ولا كان بالطريقه دي ولا كان وترجع تسال يقول لك القصه، اصل هو سقى ارضه قبل ارضي، اصل هو بص لي مش عارف بصت ايه، اصل ما فيش الكلام ده يا جماعه. يعني نهدى شويه، نهدى شويه، لسه بنقول يعني ما حدش يتمنى مناظر القتل ولا الدماء ابدا في بلده ايا كان. انا سعيد ان الصعيد قوي، الصعيد فيه رجاله، في ناس متماسكين، في ناس شداد، ماشي، ده كلام جميل، لكن مش الصعيد يبقى فيه قتل وسفك دماء بهذه الطريقه. لما نسمع 10 15 واحد بيموتوا في 3 دقائق يبقى ده ظلم، يبقى دي حاجه تزعلك، يبقى دي حاجه تؤلمك. مش ممكن، مش ممكن يكون ده انسان عادي اللي يقتل طفل، ده مش ممكن يكون بشر عادي. ده سيدك النبي، لو انت بقى فاهم دين كويس يعني وعاوز تفهم دين وعاوز تفهم حقيقه الدين ايه، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت يعني بقى راجل عايز تاخد حقك يعني بقى بعيدا عن القانون، وده مش مطلوب خلي بالك عشان ما حدش يفهم كلامي ان انا بساعد على اخذ الحق، لا يا اخي، عمر اخذ الحق غير القانون. القانون ان شاء الله يجيب لك حقك، ولو القانون ما جابلكش حقك ربنا هيجيب لك حقك. ثق تماما في ان المولى سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى. خلاص، طيب تعالى بقى ركز معايا كده في اخذ الحق. سيدنا النبي لما كان يروح يقاتل، يعني بيقاتل كفار بقى عشان الناس تبقى فاهمه، يعني قتال بقى، يقول للصحابه ايه؟ يقول لهم اتعلم بقى فنون الحرب من سيدك النبي، عشان الناس اللي بتقول لك اصل النبي كان يعني بيقتل، مفيش الكلام ده. النبي ما كانش بيقتل ولا كان بيقيم حدود زي ما الناس فاهمه، الموضوع كان فيه رفق. يعني يقول لك النبي هو خارج رايحين يحاربوا، يقول لهم ايه؟ يقول لهم لا تقطعوا شجره. ايه ده؟ هي الناس دي طالعه تقاتل ولا لا تقطعوا شجره، لا تقتلوا طفلا. سيدك النبي المرتب اللي هو أعظم شخصية في التاريخ والذي جمع بين السياسة والدين، سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، كان مرتب لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تحرقوا بيتا. هو ده سيدك النبي، هو ده الأخلاق. لكن أنت لما تقتل أطفال على الطريق يبقى أنت مش محترم. سريعا هاخد حضراتكم لناقوس الخطر يدق من جديد، وده عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة. طب إيه ناقوس الخطر اللي بيدق ده؟ نقلق من إيه؟ إيه المشكلة ولا المصيبة اللي حصلت؟ لسه ما خلصناش كورونا ولا طلعنا منها، ولسه في الموجة الثالثة، ولسه بنقاسي يعني بنحاول نخرج من أزمة كورونا العالمية. يا رب ترحم أمواتنا وأموات يعني الإنسانية كلها يا رب، الرحمة من عند ربنا، عشان ما حدش يقول لك اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. لا يا حبيبي، الرحمة واجبة لأي حد. لسه بنقول الكورونا ودخل علينا حاجة اسمها الفطر الأسود، يا رب استرها علينا. أنا معايا الدكتورة فجر الزهيري، أخصائية في بنك الدم بوزارة الصحة ومتخصصة في الشأن ده. ألو؟ أيوة. إزاي حضرتك يا دكتورة؟ تشرفنا بحضرتك أستاذ وائل. الله يكرم حضرتك، منورانا في البرنامج. الله يخليك، ده نورك. شايفة حضرتك ناقوس الخطر يدق من جديد بموضوع الفطر الأسود؟
والله لا ده للزهر. ممكن الإعداد بس يعللنا الصوت يا جماعة، الإعداد يعلي الصوت. يا دكتورة. أيوة مع حضرتك. مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. يعني أول حاجة لا داعي للزهر، هو فطر موجود من زمان جدا، والجد في الموضوع استخدام الناس للكورتيزونات أو للأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية بشكل مرتفع جدا ومبالغ فيه. لا ده انا كده، ده انا كده هقف مع حضرتك وقفه كده بسيطه، وهبتدي ابتدي اسمع من جديد. يعني هو موجود من الاول جدا، فتره موجود من زمان. امال ايه بقى، ايه القصه اللي احنا فيها دي؟ هو تزامن مع الكورونا بسبب استخدام الكورتيزونات والاستخدام الخاطئ او الاستخدام المبالغ فيه للكورتيزونات. طب يا ريت حضرتك تكلمينا بطريقه عاميه عشان المواطن البسيط اللي قاعد قدام المصطبه دلوقتي سامعني مش هيفهم كورتيزونات، يعني قولي له مثلا ما تاخدش دواء كذا، ما تاخدش مضادات حيويه كذا. لا يوجد نوع بعينه، هو استعمال الكورتيزونات لمده طويله بجرعات عاليه. تمام، يعني نمنع اي دواء فيه كورتيزون. احنا محتاجينه في الكورونا، فلازم الاستخدام المعتدل او المتوازن. طب يعني لمده قد ايه، يعني يقدر ياخده قد ايه ويمنعه ويوقف، ايه الحل؟ ما عاوزين الناس عاوزه تفهم. لما بيكون تحت اشراف الطبيب بيبدا انه يعلق جرعه او يمط الجرعه. ما تنسيش حضرتك ان في اخطاء واهمال من الدكاتره كتير، ممكن يعني يروح للطبيب والطبيب ما يكونش عارف ان هو خد قبل كده، لازم نبقى فيه يعني مده مثلا معينه. معلش انا بقاطع حضرتك بس عشان الناس اتفضل تستوعب الموضوع. لا يزداد من 3 اسابيع لشهر، لا يزداد عن شهر. في ناس عماله تستعمل، الكورونا ساعات بتقعد من شهر ونص مثلا، ما يزيدش عن شهر. ما يقعدش. طبعا يعني احنا ما يبقاش في عندنا ذعر وقلق من موضوع الفطر الاسود ده. لا هو موجود من زمان. طب ده في ناس ظهر عندها الحالات دي في مصر، في كام حاله يا دكتوره؟ معلش احصائيه وارده، ولكن مرض السكر بيموت ساعات من الفطر الاسود، وبيحصل لهم بدري بسبب الفطر الاسود عادي، يعني موجود من زمان. يعني هو متواجد عن يعني موجود مش جديد يعني. ايوه. امال ايه الحديث، الحديث ظهر ليه، الحديث ظهر اليومين دول انه شيء جديد يعني؟ لا هو تزامن مع الكورونا بسبب الكورتيزونات ونقص المناعة، فبدأت الشهرة تاخده وبدأت الناس تسلط الأضواء عليه، لكن هو الناس بتموت منه عادي، بتوع السكر أو بتحصل لها بتر بسبب الفطر الأسود من زمان موجود. طيب هو كده يعني نقدر نقول إن كثرة استخدام الأنتيبيوتيك هو ده اللي عامل الأزمة دي مثلا برضو مع الكورتيزونات؟ أيوه. طب هل في انواع معينه يا دكتوره نقدر نتوقف يعني الناس تتوقف عنها خالص؟ لان في واحد بيروح مثلا بعد اذن حضرتك طبعا بيروح واخد بعضه راح على الصيدليه عايز انتي بايوتيك. ما ده الخطا، انت عمال تستعمله لمده طويله بجرعات عاليه، يجي يدخل المستشفى يعني. يعني حضرتك الخطأ. حضرتك تتفق معايا يا دكتوره ان في ناس يعني فقراء ومعظمنا من هؤلاء يعني بيبقى مش عايز يروح الدكتور، يقول لك انا يعني معيش فلوس الكاش، يروح داخل على الصيدلي اديني انتي بايوتيك انا تعبان عندي صدري واجعني دماغي عينيا رجليا، صح؟ ايوه. بس ليه يا فندم لما يكون هو شاكك في كورونا ما يروحش مستشفيات العزل؟ متوفره جدا والسرير متوفره والعلاج نعم متوفر. طيب ده حقيقه. طيب يعني احنا ما يبقاش في عندنا حاله ذعر من موضوع الفطر ده؟ لا خالص. طيب هل مرتبط بالنظافه برضو الفطر الاسود ده؟ طبعا طبعا طبعا، لابد من تلقي العلاج الكورونا في بيئه امنه او بيئه نظيفه. ده لازم، لان عفوا في الثلاجه، احتفظ بالمناديل الورقيه، الناس اللي بتستعمل انابيب الاكسجين في البيت لازم تتغسل كويس جدا، يعني مش واخده بالها من القصه دي، اللي هو بيئه رطبه لانابيب الاكسجين. ناس بتجيب مولدات اكسجين وتستعمل ماسك الاكسجين او انابيب الاكسجين دي بتبقى حامله للموضوع ده. طيب في هنتقل مع حضرتك لجزئيه ثانيه مهمه جدا. الناس دلوقتي عندها يعني لغط كده وهاجس، اروح اخد اللقاح ولا ماخدوش، اللقاح ده احسن من ده، اللقاح ده صيني، اللقاح ده امريكي، اللقاح ده الماني، وفي ناس بعت تجيب لقاحات من بره عشان مش شاكه في. احنا عاوزين من حضرتك بعد اذنك وانت في بنك الدم
يعني تكلمينا عن هذه الجزئية، لأن الناس، أنا واحد من الناس مش عارف راح أخد اللقاح ولا لأ. أولا بقى ده شيء لابد منه عشان خاطر تحمي نفسك. بصوا الانفلونزا زمان كمثال، والوقت بقى اللي جابها مين؟ اللقاح والمناعه الذاتيه وي وي وي. تمام، يبقى لازم احنا اللقاح ناخده عشان نحصل نفسنا وتبقى انت مستعد للمرض. طيب هو برضو يا دكتوره بيقول له ان اللقاح ده مدته 3 شهور بس. تمام، ايه المانع؟ طيب وبعد كده احنا بندرس دلوقتي اصلا الجرعه الثالثه. طيب في برضو يا دكتوره، معلش وحضرتك معايا الهوا كده، الناس بتقول يعني في ناس تعبت من لما خدت اللقاح، تعبوا ونفسهم يعني شد عليهم وجسمهم حصل له حالة هزيان والكلام ده. تمام، ده شيء عادي؟ ايوه عادي. لازم نفرق ما بين الاعراض الجانبية للقاح واي لقاح في الدنيا، ونفرق ما بين ان احنا ممكن جيلنا كورونا على حتى بس بعد ما اخدت اللقاح. أعراض جانبية بتاعت اللقاح عادية جدا، ارتفاع حرارة لمدة يومين، همدان لمدة يومين، إيه المشكلة يا جماعة؟ مش بدل ما نتعب بكورونا من 14 يوم لشهر ونص في قلب المستشفيات وضيق النفس والأكسجين يقع؟ طب ده في ناس يا دكتورة خدوا اللقاح وجالهم كورونا برضو. تمام، ولكن بأعراض أخف. أعراض أخف. كان له تخيل الوضع لو كان أخد الكورونا من غير لقاح واخد الكورونا باللقاح. معلش انا بص، اصل انا في البرنامج عندي صريح ما بخبيش على الناس حاجه، فالحاجات دي مش كل الناس بتتكلم فيها. يعني في ناس تقول لك لا ده حقيقه، في ناس خدت اللقاح وتعبت، في ناس خدت اللقاح وجالها كورونا. طب عاوزين نفهم، مين قال ان اللقاح بيمنعه؟ ما بيمنعش. انا بقلل، ايوه بقلل الاعراض وبقلل نسبه الوفيات. يقلل يعني اللقاح في تصريح من حضرتك اهو يقلل الاعراض. ايوه، لا يمنع حده الاعراض. ايوه ولا يمنع المرض نفسه. طيب ما الفرق بقى بين اللقاحات المتعدده دي؟ عاوزين نفهم الموضوع ده، ناخد لقاح ايه؟ يعني في ناس تقول لك فايزر، في ناس تقول لك مش عارف انت زنتريك، يعني في اسماء كده غريبه شويه. معلش فارم واسترازينيكا. زنتريك. فايزر. موديرنا. احنا عندنا في مصر كام نوع من اللقاحات؟ كان في سينوفارم والايام دي بيدوا الاسترازينيكا. يعني عندنا نوعين موجودين، بس اللي حاليا اللي موجود الاسترازينيكا المتوفر. واخباره ايه مع الناس؟ انا شخصيا اخدته. تمام، ماله يا جماعه، جميل جدا. طيب كويس، يعني نطمن لاخذ هذه اللقاحات عادي يعني. جدا زي اي لقاح، وانت بتفيد نفسك وبتفيد المجتمع. طب ليه يا دكتوره، ليه وزاره الصحه مشكوره وانت معايا الهوا اهو، ما بتعملش يعني توعيه للناس في الجزء، تقطع عليهم الخوف اللي حاصل، ما تقلقوش من كذا، ما اللقاحات مش مضره. اللقاح، طب هقول لحضرتك على سؤال خطير جدا، في واحد بعته لي على السوشيال ميديا، بيقول لي ان اللقاح ده بيغير الـ اسمها ايه، الشفرات الوراثيه، يعني اللي ياخد اللقاح ما ينفعش يتجوز واحده مش عارف ايه. عاوزين نفهم الكلام ده يا جماعه. لا هو فهم، هو قرأ طريقه العمل فما فهمش ازاي هو بيشتغل. هو بيشتغل على الحمض النووي الوراثي الام ار ان اي، اللي هو الحمض النووي الرسول. ده بيمسك يدخل على الخلايا في النواه فيأمرها انها تطلع بروتين اس على سطح الخليه فوق شبه بتاع الفيروس. يعني ما بيأثرش على الشفرات الوراثيه؟ لا طبعا يا جماعه، هو الكلام ده من دكتوره، يعني ما فيش كلام بعد منه، انا اسف، صح كده؟ لا طبعا، تحت امرك طبعا. لا انا بتكلم مع حضرتك بوضوح، وبتتغير مع يعني اللي ياخد اللقاح ما يتجوزش مش عارف، اللي ما خدتش اللقاح لا والله كلام غير انا يعني، ما انا برضه انا مش طبيب ولا دكتور في هذا الامر يعني، فلازم استوضح الامور مع الناس. لك الحق كده. طب يعني الكلام ده موثق يا دكتوره؟ طبعا ما بيغيرش الشفرات الوراثيه؟ لا هو قرأ ازاي طريقه عمل اللقاح فبدا ما فهمش الموضوع. طيب متى ينتج دواء لهذا الوباء العالمي؟
الحمد لله. وفي خبر قرأته انه تبع امريكا، في دواء اسمه ستوروفيماب خلاص بينتج الايام دي وبيعملوا عليه التجارب. ده عبارة عن اجسام مضادة خصيصا للكورونا، يعني هيبقى دواء مخصص للكورونا حقيقي يعني، دواء بقى مش بس نفس لقاح. التجربة طبعا. اه دواء. طيب، الدكتورة فجر الزهيري، احنا متشكرين جدا للتوضيح من حضرتك لهذه الامور اللي احنا بنعيشها من وباءات، ويعني يا رب يرفع عننا الوباء ويرفع عننا ما يحدث من امراض، ويسترها علينا وعلى بلدنا وعلى ناسنا وعلى أهلنا وعلى شبابنا. شاكرين يا دكتورة، شاكرين. دكتورة فجر الزهيري وضحت لنا الأمر، إن محدش يقلق من موضوع الفطر الأسود، وبتقول إن الفطر ده موجود من زمان. طب إيه اللي جد معانا؟ قالك أصل هو بيكثر مع استخدام الكورتيزونات. في طبعا كلنا عارفين الكورتيزون ده بيؤخذ في بعض الأمراض اللي هي يعني مستعصية، عشان الألم مثلا أو عشان توقف. الناس ما عندهاش الكورتيزون بينتج بشكل طبيعي، فالكورتيزون مادة أساسا محفزة في الأجسام، فالكثرة أو الإكثار منها ده غلط. عشان كده يا ريت كلنا ننتبه، الكبير فينا والصغير. ما تروحش الصيدلية منك لنفسك وتقول الصيدلي في الصيدلية أنا عايز مضاد حيوي. ألو ألو ألو، معانا محمود من الفيوم، أهلا وسهلا. أيوة يا أستاذ، اتفضل حضرتك. ألو، مع حضرتك يا أستاذ محمود. إزيك يا أستاذنا؟ الله يسترك. لو سمحت، احنا كلنا محتارين ناخد اللقاح او ما ناخدوش، مش احنا خايفين. انت حضرتك كنت معانا يعني سامع البرنامج من شويه ولا ما طبعا انا متابع البرنامج وطبعا الدكتوره. طيب، كلام الدكتوره كده واضح اهو يا استاذ محمود معانا على الهوا، ان بتقول ان احنا ناخد اللقاح عادي كده، هي نفسها خدته، وان هو حتى لو مش بيمنع المرض هو بيقلل الاعراض. وطبعا زي ما حضرتك معانا على الهوا عارف ان اعراض كورونا اعراض ربنا يعافينا جميعا يا رب، اعراض شنيعه. يعني في ناس ما بتقدرش النفس بيبقى بنسبه بسيطه جدا، وصعب وسخونه وارهاق في الجسد. يا رب تشفي كل مريض وما تكتب هذا المرض على احد. متشكرين يا استاذ محمود من الفيوم. كده حضرتك يمكن اجبنا على حضرتك من خلال الدكتوره فجر الزهيري بان احنا ناخد اللقاح. في فيديو معانا كده يا جماعه نشوفه في موضوع الفطر الاسود ده وانتشاره، يا ريت الاستاذ عمرو يعرضه لنا. لا يخلو جسم الانسان من الفطريات الضاره، وكثيرون عانوا من التهاباتها في مرحله ما من حياتهم، ولم يحتاجوا اكثر من مضادات حيويه لعلاجها. لكن ما شهدته الهند أخيراً دق ناقوس الخطر من هذه الكائنات الصغيرة التي نشطت بين المتعافين من كوفيد-19 كالفطر الأسود، الذي فتح الطريق لإصابات بالتهابات شديدة من الفطر الأبيض والأصفر في عدة ولايات هندية، وظهرت أيضاً حالات قليلة في الهند والصين. الإحصائيات تحدثت عن إصابة أكثر من 9000 بالفطر الأسود، توفي منهم 250 في أرجاء الهند. اسمه العلمي ميوكومايكوسيس، وهو من الالتهابات النادرة التي تنجم عن التعرض لنوع من العفن يوجد في التربة والنباتات والسماد والفواكه والخضروات التالفة وفي الهواء وفي أنوف ومخاط الأشخاص الأصحاء. الفطر الأسود مرض نادر وخطير جدا، وتصل نسبة الوفاة منه إلى 50%، وتزيد النسبة حسب موضع الالتهاب وصحة المريض. بإمكان الفطريات إصابة أي جزء من الجسم، والإصابة في الوجه نادرة وخطيرة جدا. أما النوع الثاني فهو الفطر الأبيض،
ويرى خبراء الصحة أن الالتهابات الناجمة عنه أشد خطورة من الفطر الأسود، لأنه يصيب أجزاء عديدة من الجسم بما فيها الرئتان والأظفار والمعدة والكليتان والدماغ والفم والأذنين والأنف والحنجرة. ويجد الأطباء في الهند أنفسهم أمام مشكلة حقيقية خصوصا بعد ظهور. طيب، ملخص التقرير ده إن أنت تبقى راجل نظيف، وإنك تبقي ست نظيفة، وإنكوا تبعدوا عن الـ 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 الخضروات اللي هي فسدت، أو المأكولات اللي هي يعني أصبحت مش طيبة. نعيش حياة نظيفة شوية، يعني معلش نهتم إن إحنا نبعد عن الأشياء اللي دخل عليها الفطر عشان ما ينتقلش الإنسان، وإحنا في ظرف استثنائي يا جماعة. ألو، معنا اتصال. ورحمة الله حبيبي. أهلا وسهلا. أحب أشكرك وأحييك والله، أكتب استشارة مؤدب المحترم الإعلام والوسوس، ربنا يحفظك. يا رب يبارك في حضرتك يا فندم. يا رب أرضى عنك. أنا أبعث الأمل في الأمة الإسلامية والعربية كلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، سبحانه وتعالى. وأذكر الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وفي رواية أخرى: إن الله جميل يحب النظافة. نعم، علينا كما قلت حضرتك سابقا بالنظافة والاهتمام بالنظافة الشخصية. وأسأل الله أن يحفظنا ومصرنا كل بلاد المسلمين، وشكر خاص لسيادة الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي من الفقير إلى الله محمد مصطفى على ما قدمه للقدس وفلسطين وخاصة غزة بهذه المنحة والوقفة الرجولية والإنسانية، وجزا الله خيرا وحفظ الله مصرنا وكل بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يجعلها واحة للأمن والإيمان، وأن يحفظ مصر والقدس والمسلمين أجمعين، وجزاك الله كل خير يا حبيب قلبي. شكرين جدا يا أستاذ محمد على المداخلة الجميلة دي. يا رب تحفظ بلدنا وتحفظ رئيسنا المحترم. بالمناسبة النهاردة البرلمان العربي ذهب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري وأعطاله وسام القائد. البرلمان العربي يمنح السيسي وسام القائد، وهو القائد ده حقيقة. العالم كله النهاردة يا جماعة بيتحدث عن قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة. خلاص عندنا كلام واضح، تصريحاتنا معروفة، دنيتنا محددة، طريقنا مرسوم، بنحل المشاكل بكلمة. الحمد لله نمسك كده يعني نفسنا شوية ونفهم أن الأمور بتدار بحكمة مصرية وقيادة حكيمة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة البرلمان العربي بيمنح سيادة الرئيس وسام القائد. متشكرين للبرلمان ومتشكرين لهذا الوسام، لأنه وسام أحق به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب، الرئيس النهاردة السيد الرئيس اجتمع مع قيادات القضاء المصري في مصر، وطلعت قرارات مهمة جدا وقرارات تاريخية تخص القضاء المصري. القرارات نشوف كده يا جماعة، بس يعني القرارات كده على الهواء. أول حاجة العنصر النسائي خلاص هيخش النيابة العامة، هيبقى في تعيين للنساء والسيدات في النيابة العامة وفي القضاء المصري. يلا افرحوا. طيب، دي أول نقطة من النقط اللي هنتكلم فيها في هذه القرارات التاريخية. ومن ضمن القرارات دي قرارات مهمة جدا، منها توحيد المستحقات المالية لكل الجهات القضائية في مصر. تمام. طيب،
اعتبار 1 أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري. 1 أكتوبر من كل عام هو يوما للقضاء المصري. القضاء المصري الشريف النزيه المحترم، القضاء المصري الذي يرجع الحقوق إلى أهلها، القضاء المصري الذي نتمنى أن نراه في أزهى صورة، لأننا حينما نحتكم في خصومة نذهب إلى القضاء فيحكم بيننا، ونسأل الله أن نكون قاضين في الدنيا حكما عدلا يعطي الحقوق لأهلها يا رب، آمين. من ضمن القرارات التاريخية طبعا عدم تكرار ندب القضاة في أكثر من مكان. كان بيحدث للأسف الشديد أن بيتم انتداب القاضي أو عضو الهيئة القضائية في أكثر من مكان. ندب زي ما احنا عارفين خلاص ده توقف، هيبقى ندب في مكان واحد وليس بأزمنة متكررة، هي مرة واحدة يتم ندبه في مكان معين وما يتمش تكرار هذا الندب. ده كلام جميل جدا وكلام موزون وكلام كان يحق أن يكون فيما مضى، ولكن السيد الرئيس القائد المحترم أصدر هذه القرارات النهاردة، وكان مع السادة رؤساء الهيئات القضائية مشكورا. من ضمن القرارات برضو إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية. خلاص هيبقى في مدينة اسمها مدينة العدالة لكل الجهات القضائية في العاصمة الإدارية. نسأل ربنا سبحانه وتعالى إن يكون في فتح وإن يكون في خير للبلد، ونبطل نسمع الأصوات السلبية. معنا اتصال. الو الو. ايوه انا بالنسبه لتاثير الكورونا والحاجات دي يعني مثلا النظافه والحاجات دي كلها بالنسبه لتاثير الكورونا، مع عمال النظافه لا بيغسل يدهم واطفال الشوارع ومع ذلك لا بيصابوا بكورونا ولا اي حاجه. انت يعني عاوزنا نرد يعني؟ والناس اصلا يعني طيب ما انا هقول لحضرتك على حاجه استاذ علي، صح كده استاذ علي معايا؟ طيب بص يا استاذ علي، ربنا سبحانه وتعالى اعطى لكل واحد فينا مناعه معينه. في واحد بيبقى مناعته قويه، دي بقى منا من ربنا. في واحد بتبقى مناعته ضعيفه. في واحد بيبقى مولود بمرض مزمن. في واحد تاني ربنا بيبقى مديله قوه. في واحد تاني بيبقى رزقه في ان هو معافى من الامراض، واحد تاني عنده مرض، واحد تاني صحته على قده. اذا كنا نرى يعني حضرتك بتسال سؤال، هو انا بشكر حضرتك طبعا على الهوى استاذ علي من المنصوره، دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، خلى واحد طويل، واحد قصير، واحد ضعيف، واحد قوي، واحد صحته جامده. المناعة هنا ملهاش علاقة. أنا فاهم حضرتك بتقول النظافة، إن في عمال نظافة بيشتغلوا في مثلا في القمامة فما بيجيلهوش المرض. هو ربنا سبحانه وتعالى إداهم مناعة. خلي بالك من الحتة دي عشان دي مهمة جدا. هي دي فكرة اللقاح برضه، ما هو اللقاح ده هو المرض نفسه بياخده عشان تحدث أجسام مضادة في الجسم، فالجسم يتصدى لهذا المرض. ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعملون بالقمامة وهم شرف لينا وفوق وناسنا وأهلنا وفوق راسنا وناس محترمة وأفاضل ولا نقلل منهم أبدا، دول ما بيجيلهمش المرض، مش كلهم طبعا أكيد في ناس لكن ليه بيبقى هم شغالين في هذا الأمر وما عندهمش أمراض؟ دي حكمة ربانية سبحانه وتعالى، ربنا منع عنهم الأذى أو أصبحت عندهم أجسام مضادة عشان هم شغالين في هذا الأمر، عشان هم ممكن يكونوا بيتعرضوا مثلا لأشعة الشمس أكتر من أي حد تاني، ممكن يكونوا مثلا
ربنا بيمنع عنهم هذا عشان هم حالهم على قدهم يا عم. يعني ربنا معافيهم يا اخي، دي حكمه ربانيه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بايده كل حاجه، الشفاء بيد الله، الشفاء بيد الله، والعافيه بيد الله. تمام. طيب، كان في خبر قراته قبل ما اجي على الهوا، بيقول لك ان اجبار الناس على اخذ اللقاح بالاجبار. طيب، المستشار نادر سعد، ويا ريت البيان ينزل على الهواء، ينزل قدامنا على الشاشه، المستشار نادر سعد، مستشار رئيس مجلس الوزراء او المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، النهارده وضح موضوع اجبار المواطنين على اخذ اللقاح، لقاح كورونا. ما فيش حد بيجبر حد يا جماعه، لا اجبار. اللي عايز ياخد اللقاح اهلا وسهلا، اللي مش عايز ياخده اهلانين وسهلانين. طيب، فين الاجبار؟ الاجبار في حاله واحده بس، حضرتك مسافر لازم تاخده وتاخد شهاده موثقه رسميه، وتوثق شهاده، خلاص قريبا هيبقى في حاجه اسمها شهاده الكترونيه مكتوب فيها اسم حضرتك وتاريخ ميلادك وصفتك ونعتك وحياتك وعنوانك ورقم بطاقتك، شهادة متكاملة كاملة إلكترونية بتقول إن حضرتك حصلت على لقاح كورونا. طب حضرتك مسافر بره مصر، لازم تاخد اللقاح وتاخد شهادة رسمية بده، علشان كده حتى الناس اللي هتحج السنة دي ربنا يكتب لنا هذا الأمر يا رب، يكتب لنا الحج يا رب، ويعطيه لكل مشتاق يا رب. اللي هيحج السنة دي لازم يكون معاه شهادة موثقة بأنه هو خد لقاح كورونا، من غير الشهادة دي مش هتعرف تحج. طيب، اللقاح ده مضر؟ لسه كانت معانا الدكتورة فجر الزهيري وضحت لنا ان هو مش مضر، وهي خدته وغيره خدها وغيره خد اللقاح وغيره وغيره وغيره، هو بيقلل الأعراض ولا يمنع المرض. نسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يعافينا ويمنع عننا الأمراض ويسترنا، ودايما يمن علينا بأهل الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا رب ما تحرمنا من الحكماء، وما تحرمنا من الحكمة في الكلام والحديث. يا رب تسترنا وتحفظنا وتكرمنا وترفع رايتنا وتعلي شأننا وتعلي قدرنا يا رب العالمين، فأنت على كل شيء قدير، وأنت بيدك كل الأمور يا صاحب الأمر يا صاحب العفو يا الله. أشوفكم على خير، كنت معاكم وائل أبو شوشة ضد الفوضى، والسلام عليكم ورحمة الله.